كشف قبطان السفينة روسوس في حديث خاص للتلفزيون العربي وبالوثائق كشف القصة الكاملة للسفينة وحمولتها منذ انطلاقتها ووصولا إلى إفراغ شحنتها في مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية كانت على دراية بالمادة المشحونة وخطورتها. شاهد صغير على قصة انفجار كبير. قبطان السفينة التي جلبت المواد المتفجرة إلى بيروت، باريس نيكولايفيتش بروكاشف، سرد القصة وكشف الوثائق. هذه بوليصة الشحن، البضاعة نترات الأمونيا المركزة، مصدر البضاعة جورجيا، المشتري شركة متفجرات في موزمبيق، وفي البوليصة اسم القبطان أباكوموف وليس باريس بروكاشف. وقعت عقد العمل وتوجهنا إلى مرفأ كترال بتركيا بالقرب من معمل توزلا حيث كانت السفينة بعد أن غادرها الطاقم، وبدأ غريبا لي أن يستبدل الطاقم في الطريق، تبين لاحقا أنه لم يدفع لهم أجرهم. هذا عقد عمل باريس، أصبح بموجبه قبطان سفينة روسوس ليبحر بها من تركيا إلى اليونان. كان ممنوعا على هذه السفينة دخول بيروت أصلا، وعندما أراد جريت شوشكين المالك استدعاء السفينة إلى قبرص كان عليهم وهم على علم أن يدفعوا له أموالا كي يزيل مصدر الخطر هذا من المرفأ، أما هم فحجزوا السفينة. هل هذا منطقي؟ قمنا ببيع جزء من الوقود وأوكلنا محاميا لبنانيا، وبعد 3 أشهر من توكيل المحامي قضت المحكمة بالسماح لنا بالمغادرة. أما السفينة فبقيت في ميناء بيروت، وحسب روايات البحارة من أصدقاء باريس غرقت حيث كانت راسية. مشتري نترات الأمونيا لم يعلن عن نفسه أو لم يعلن عنه ولم يطالب بالشحنة، وكذلك الأمر بالنسبة لمالك السفينة. شحنة الموت لم تغرق مع السفينة ونقلت إلى العنبر رقم 12 إلى أن انفجرت. بعد الانفجار لم تبقى سوى الأوراق. هذه أوراق السفينة وقد غرقت، وهذه أوراق القبطان والبحارة وقد عادوا إلى ديارهم بمساعدة جهة لبنانية، وهذه أوراق الشحنة التي بقيت في بيروت، وغيرها الكثير. أوراق تطرح أسئلة كثيرة ليس أقلها: هل دفعت السفينة لتفرغ حمولتها في لبنان؟ محمد حسن، العربي، موسكو. للمزيد من التفاصيل حول المقابلة ينضم إلينا من موسكو مباشرة مراسلنا محمد حسن. أهلا بك محمد، أخبرنا كيف كانت رحلة البحث عن قبطان السفينة وكيف كانت مهمة إقناعه بالحديث في الإعلام، هل كانت سهلة؟ في الواقع نبقى مهمة إيجاد القبطان في أسرار المهنة، ونحدثكم عن بداية الحديث مع هذا القبطان وكيف كان مستعدا فعلا وفاجأنا بسهولة اقتناعه بأن يروي لنا القصة كاملة. في الواقع هذا القبطان يعني تم النصب عليه وقد قام بقيادة السفينة من تركيا وحتى مرفأ بيروت، وبعدها احتجز لعشرة أشهر في مرفأ بيروت دون أن ينال أجره أبدا، حتى أنه عندما أراد أن يغادر بيروت، عندما قامت سلطات المرفأ في لبنان باحتجاز السفينة أراد مغادرة المرفأ لأن صاحب السفينة توقف عن أجر دفعه، وكتب رسالة ولدينا نسخة من هذه الرسالة إلى المرفأ قائلا: أطلقوا سراحنا، لا نتقاضى أجرنا ولا تدفعون لنا أجرنا، وهذا يتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية وحتى القوانين اللبنانية أن تسخروا الناس بأن يعملوا دون أجر. ولكن لم يطلق سراحة حتى قام بتوكيل شركة المحاماة اللبنانية التي رفعت دعوة في المحكمة وأطلق سراحه فعلا ووكلها فيما بعد للحصول على أجره من مالك السفينة، ولكنه لم يحصل على أجره. أجره حسب العقد الموقع، ولدينا أيضا نسخة من هذا العقد، يتجاوز $30,000 مقابل نقل السفينة من تركيا إلى موزمبيق، ولكنه لم يحصل على هذا. وطوال هذه السنين كان يشعر بالظلم والغبن على
أنه لم يحصل على حقه وعلى أنه كان يعني يعمل لأشهر في صيانة السفينة التي كانت مسخوبة، ويقوم هو وثلاثة من البحارة والذين نحن الآن بصدد البحث عنهم، ونأمل بأن نتحدث إليهم قريبا ويعني ننقل شهاداتهم أيضا. كانوا على مدى أشهر يقومون بتفريغ السفينة من المياه التي كانت تدخل إلى قعر السفينة من خلال ثقب صغير. عندما توقفوا عن هذا العمل ومع مرور أشهر بعد رحيلهم من لبنان غرقت السفينة، ولكن الشحنة كما أصبح معلوما الآن تم تفريغها، رغم أنه رفضت السلطات حينها عندما كان على سطح على متن الباخرة من تفريغها حسب شهادته. لذلك كان متجاوبا جدا وأبدى استعداده للحديث ولم يخفي عنا أي تفاصيل، وطبعا هو ما زال يبحث عن صاحب السفينة ونحن أيضا بقيد البحث عنه. هو مواطن روسي من أقصى الشرق الروسي من مدينة خبارفسك الواقع على حدود اليابان، ولكنه منذ أن أرسل يعني رسالة وعرض العمل لهذا القبطان كان في قبرص، وكان التواصل بين صاحب السفينة والقبطان عبر البريد الإلكتروني ولم يكن هناك تواصل مباشر. لذلك القبطان كان مستعدا للكشف عن هذه التفاصيل، وطبعا يرى في هذه المأساة ربما أسئلة كثيرة بدأ يطرحها على بدأت تتضح له الصورة أنه كان ربما أحد المستغلين لتنفيذ هذه الجريمة، وهو بدا وكانه يتذكر تفاصيل كثيره عن الموضوع رغم مرور كل هذه المده من الزمن، وايضا يعني استمر بالحصول على معلومات حول غرق السفينه بعد خروجه من لبنان. لماذا برايك لديه هذا الاهتمام باظهار الحقائق، وكيف استمر بالحصول على معلوماته حول السفينه؟ عفوا، السؤال الاخير وكيف ماذا؟ ذكر خلال التقرير وأيضا الآن لقد ذكرت أنه علم أن السفينة قد غرقت بعد أن غادر مرفأ بيروت، كيف عرف هذه المعلومات ولماذا لازال يتذكر تفاصيل كثيرة عن الحادثة؟ نعم، يعني هي ليست بذلك الزمن البعيد 6 سنوات، وخلال هذه السنوات كان يسعى بشتى الطرق بأن يحصل على أجره. طبعا هو متقاعد يعيش في قرية بعيدة عن مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود في ظروف متواضعة جدا إن لم نقل فقيرة، وكانت ربما عندما توجه لإتمام هذه المهمة كان في 63 عمره، وربما كان هذه الدفعة الأخيرة التي كانت ستساعده لأن يعيش بقية حياته بنوع من الظروف الأفضل. لم يحصل على هذا الأمر. $30,000 بالنسبة لمواطن روسي في إحدى القرى وهو بحار مبلغ كبير جدا فلنقل ذلك. حاول الحصول على حقه بشتى الطرق، ومن يعني كان أمله بشركة المحاماة اللبنانية التي وكلها في بداية الأمر للحصول على أجره كي يدفع يعني كي يخرج من لبنان أصلا، لأنه كان لعشرة أشهر محتجز ويعمل دون أجر ويعني يشعر بظلم كبير، ولذلك يتذكر كل هذه التفاصيل بالإضافة طبعا إلى الوثائق. هل تمت مقاطعة معلوماته مع مكتب المحاماة مكتب بارودي صاحب السفينة؟ نعم، عفوا، هل تم التأكد من المعلومات التي ذكرها مع مكتب المحاماة الذي تولى القضية أمام القضاء اللبناني؟ نعم، هناك عقد التوكيل بين البحارة الأربعة ومكتب المحاماة بشكل مكتوب وموثق وبالتواقيع من البحارة الأربعة، وهناك أيضا وصل استلام. هذه الوثائق لابد أنها ستكشف في ربما في أعمال قادمة لنا في البحث عن ملابسات هذه القضية من الطرف الروسي، وربما يعني نتمكن أن نكشف خيوط أكثر. ولكن نعم، عقد التوكيل موجود بين القبطان والبحارة الثلاثة الذين كانوا معه مع شركة المحاماة، هناك وصل استلام أيضا، وهناك بعض يعني الأرقام والمراسلات التي جرت بين الشركة بين البحارة والشركة.
أمريكا، وكذلك هناك الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة اللبنانية من قبل البحارة الأربعة يطالبون بأجرهم من مالك السفينة. طيب، من يتحمل مسؤولية إفراغ السفينة في مرفأ بيروت برأيه كخبير يعني في الشؤون البحرية؟ هو القبطان عندما وصل إلى المرفأ ووصل بمهمة أن يتم تحميل شحنة إضافية لكي يذهب بها إلى موزمبيق حسب رواية مالك السفينة، ولكنه عندما وصل وكما رأينا بالتقرير رأى بأن الحمولة أثقل من تلك التي يمكن للسفينة أن تتحملها ورفض الأمر وطلب بالعودة إلى قبرص، ولكن سلطات المرفأ حجزت على السفينة لأنها لم تدفع قيمة الوقوف في المرفأ لأيام والخدمات التي قدمها المرفأ للسفينة أثناء محاولة الشحن حسب الرواية الرسمية أو حسب رواية القبطان. قدم مالك السفينة رسالة وأيضا موجودة لدينا إلى المرفأ قائلا بأن الشركة المالكة للسفينة تعلن إفلاسها وليست قادرة على دفع أجور البحارة، ويطلب من المرفأ إطلاق سراح البحارة، ولكن لا ندري كيف جرت الأمور بالتفاصيل. نعلم أنه أن الأمر الواقع أن المرفأ لم يطلق سراحهم، وهناك صور موجودة ومتداولة تظهر البحارة يحملون لافتات يقولون أيها اللبنانيون أطلقوا سراحنا على متن السفينة. إذن وجودهم موثق، كما هناك تسجيل فيديو للقبطان الروسي من على السفينة في 2014 وهو يتوجه إلى السلطات اللبنانية ويقول أنه نعلم أنه في القوانين الدولية يجب دفع أجور بقاء السفينة في المرفأ، ولكن في نفس الوقت لا يمكنكم أن تجبرونا على العمل دون أجر ونحن لا نتقاضى أجرنا، أطلقوا سراحنا. هذا أيضا موجود، لذلك طلب حينها تفريغ الحمولة ويقول لهم خذوا الحمولة واتركونا وشأننا. وقيل له وهو حسب القبطان رأى أن هناك نترات أمونيوم تفرغ من سفن أخرى، ولكن عندما طلب بإفراغ هذه السفينة كان يقال له أنها عالية التركيز ويمكن صنع متفجرات منها حسب على ذمة الراوي، لذلك لم تفرغ أثناء وجودهم هناك. من أين علم أنها أفرغت فيما بعد؟ حسب القبطان تواصل بعد نحو سنة من عودته إلى روسيا مع مكتب المحاماة يسأل عما حل بقضيته، هل هناك أمل من استرجاع نقوده وأجره؟ وفي في 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 سياق هذا الحديث سأل عن السفينة فقيل له أن السفينة قد أفرغت حمولتها. وعندما سأل البحارة الآخرين الذين يتوجهون خلال ميناء بيروت من زملائه البحارة الروس علم بأن السفينة قد غرقت، فسألناه كيف تغرق سفينة بارجة كبيرة من ثقب صغير، فقال إن ثقبا بقطر مليمترات خلال أشهر كافي لإغراق سفينة كهذه، لأن مع تراكم المياه في قعر هذه السفينة سيؤدي إلى غرقها بفعل وزنها. ويطرح السؤال كيف غرقت سفينة كبيرة في المرفأ لا تغرق بخلال ساعات أو خلال أيام حتى على مرأى الجميع، هل غرقت فعلا في المرفأ أم غرقت خارج المرفأ؟ السؤال الذي نطرحه نحن، هل إن غرقت فعلا يعني سفينة كبيرة لا يمكن أن تختفي في قعر الميناء مهما كان عمقه، لذلك هناك إمكانية لإيجاد أين هي السفينة؟ سؤال أيضا يطرح نفسه أمام الصحافة ولا شك أمام لجان التحقيق التي ستبحث في ملابسات الحادث، أم إن لم تكن هناك أين اختفت السفينة التي جاءت بهذه الحمولة الخطيرة إلى ميناء بيروت؟ وفي في إطار حديثه أيضا قال أنه عندما سألناه عن رأيه الشخصي قال عندما أراد غريتشوشكين مالك السفينة سحب السفينة من الميناء كان على السلطات أن تدفع له المال لإزالة هذا الخطر وليس أن تحتفظ به، لأن الحفاظ على شحنة كهذه خطرة لابد من توفير ظروف خاصة لها حسب ذمة الراوي، ولكن هو يقول أن الأمر غير منطقي وبقيت الحمولة في المرفأ. نعم، هل كانت هذه المرة الأخيرة التي يتم بها التواصل مع صاحب السفينة؟
هل هو فعلا رفض؟ المرة الأخيرة التي تم التواصل بين القبطان، يعني بعد رفضه هو اختفى فعليا؟ الحديث الأخير، التواصل الأخير الذي دار بين مالك السفينة والقبطان هو عندما تمكن القبطان وفريقه من البحارة الثلاثة من الحصول على سماح من المرفأ بالخروج، فتواصل عبر الإيميل والبريد الإلكتروني مع مالك السفينة طالبا منه أن يشتري له تذكرة سفر إلى بلاده، يعني حتى هذه لم تكن معه، فاشترى له تذكرة سفر وعاد إلى بلاده، وكان هذا الحديث الأخير أو التواصل الأخير الذي دار بين الرجلين. الآن بيانات مالك السفينة حسب عقود بوليصة الشحن التي يعني كانت موجودة وعقد العمل بين المالك والقبطان موجودة، وهناك بعض البيانات، ولكن لم يتم تواصل بين القبطان ومالك السفينة، وطبعا البحث جاري الآن، وهناك يعني لا شك في أن الكثيرين يبحثون عن المالك الآن ونحن بمن فيهم، نأمل أن يعني أن نتمكن من التوصل إليه والتواصل معه، علنا نكشف عن تفاصيل جديدة في مسيرة هذه السفينة إلى بيروت، وعن المغزى الحقيقي عن هذه الرحلة غير المباشرة، وهل كانت فعلا يعني مدفوعة لأن تنتهي رحلتها في بيروت، أم كانت موجهة فعلا إلى موزمبيق؟ مصنع المتفجرات المشتري الرسمي الموجود على بوليصة الشحن في موزمبيق فعلا موجود في الاتصالات، يعني في شبكات التواصل، في الانترنت، ولكنه على الخرائط غير موجود. يعني هناك مكتب لهذه الشركة، ولكن إن نظرنا في الخرائط إلى عنوان هذا المكتب نجده في منطقة سكنية، ولا يمكن لمنشأة تستورد 2750 طن من هذه المادة الخطرة أن تكون منشأة صغيرة، لابد من أن تكون منشأة كبيرة لتصنيع المتفجرات، ويعني شركة خاصة في موزمبيق تقوم بتصنيع هذا الكم من المتفجرات. أحيانا تستخدم هذه المواد لشركات التعدين والنقل والتفجير عند الأنفاق، هذا ما يعني تمكننا من معرفته، لماذا هنا في موسكو من خبراء المتفجرات، لماذا تستخدم هذه المادة ليست فقط في المواد العسكرية، فعلا أقروا بأنها أحيانا تستخدم لتفجير الجبال، لشق الطرق، لشق في في منشآت التعدين والمناجم وغيرها، ولكن هناك أيضا إشارات استفهام حول هذه الشركة، فعلا ما يدفعنا أيضا للتساؤل، هل فعلا كانت متوجهة إلى هناك أو أريد لها أن تتوجه إلى بيروت؟ هذه أسئلة كثيرة، لا شك في أن الحديث مع باقي الشهود من القبطان الثاني الذي كان موجود على السفينة ولكنه غير موجود في الأوراق، والموجود اسمه في بوليصة الشحن الأولى، والذي قام بنقل السفينة من جورجيا إلى تركيا، هذا أحد الشهود، مالك السفينة والبحارة الثلاثة الآخرين موجودين، ونأمل بأن نتواصل معهم قريبا. شكرا جزيلا لك مراسلنا في موسكو زميل محمد حسن.